السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات الدرس: أولاً مناقشة التهيئة، 2 عرض الأهداف، 3 الاستماع إلى النص، 4 توضيح المفردات الجديدة، 5 مناقشة أسئلة حول النص، 6 النشاط الكتابي، 7 التقييم الختامي. هيا نستعد للمشاركة. أولاً، ما اسم هذا المخترع الصغير؟ من يتذكر؟ حسناً، نعم، هو أديب سليمان البلوشي. السؤال التالي: ما المشكلة التي يعاني منها والده؟ هيا تذكر. أحسنت، كان والده يعاني من الإصابة بشلل الأطفال، فكان دائما يرتدي دعامة حديدية حتى يستطيع المشي. ما الفكرة التي فكر باختراعها؟ هي تذكر. أحسنت، لقد فكر هذا المخترع أن يساعد والده ويخترع دعامة حديدية مضادة للماء. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول: أن يجيب المتعلم عن أسئلة تظهر فهمه للنص المقروء. الهدف الثاني: أن يستنتج المتعلم الأفكار الرئيسة من النص. هيا بنا نستمع إلى قصة المخترع الصغير أديب البلوشي. هيا بنا نستكمل قصة المخترع الصغير. هنا يتحدث عن دور الأهل. ما دور الأهل في تنمية موهبة أديب البلوشي؟ ولد أديب في بيت يحب العلم، ولوالديه الدور الأبرز في تنمية موهبة الاختراع لديه وتحفيزه للمضي قدماً في هذا الطريق. فرعايتهم وتضحياتهم واكتشافهم لإبداعات الطفولة المبكرة لديه كانت سبباً في وصوله لهذه المرحلة. ويشير أديب إلى الحيز الكبير من حرية الثقافة التي يتلقاها من والديه، فهو بطبيعة الحال كثير التساؤل ولا يقتنع بسهولة حتى يجد برهاناً على تساؤله. اختراعات أديب البلوشي: لأديب مجموعة من الاختراعات، منها اختراع الدعامة المضادة للماء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بشلل الأطفال، اختراع روبوت المكنسة الكهربائية، وهو عبارة عن روبوت صغير الحجم صنعه من قطع فككها من عدة ألعاب لديه، يستطيع تنظيف الأماكن الصعبة والضيقة، وابتكره عندما لاحظ التعب الذي يصيب والدته في التنظيف أسفل أثاث المنزل والأماكن الضيقة، واختراع الكرسي المتحرك الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة والمتصل بالشرطة والمنزل عبر الأقمار الصناعية، اختراع عصا لفاقد نعمة البصر تحمل خاصية التتبع وتتفرد بنغمات خاصة لتنبههم إلى وجود الرصيف والماء والكهرباء وما يصعب عليه تمييزه. معنى ذلك أن هذه الفقرة تتحدث عن اختراعات أديب البلوشي. أهم هذه الاختراعات مرة ثانية هي:
نعم، اختراع الدعامة المضادة للماء، اختراع روبوت المكنسة الكهربائية، وأيضا اختراع الكرسي المتحرك الذكي، وأيضا اختراع عصا لفاقدي نعمة البصر، ولكنها كانت تتفرد بنغمات خاصة. هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الجديدة، الكلمة ومعناها، والكلمة والضها. ما معنى الأبرز؟ بمعنى الأهم. ما معنى الحيز؟ بمعنى المجال. ما معنى برهانا؟ بمعنى دليلا أو سببا. للمضي قدما، ما معنى للمضي؟ بمعنى للذهاب. يتلقاها، بمعنى يجدها أو يحصل عليها. يتلقاها من والده، بمعنى يحصل عليها من والده. الكلمة وضدها المبكرة، ما ضدها المتأخرة. ما ضد فككها؟ ركبها. ما ضد الضيقة؟ الواسعة. الآن هيا بنا نقرأ هذه الفقرة ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها. الآن اقرأ مع معلمتك. دور الأهل: ولد أديب في بيت يحب العلم، ولوالديه الدور الأبرز في تنمية موهبة الاختراع لديه وتحفيزه للمضي قدما في هذا الطريق. فرعايتهم وتضحياتهم واكتشافهم لإبداعات الطفولة المبكرة لديه كانت سبباً في وصوله لهذه المرحلة. يشير أديب إلى الحيز الكبير من حرية الثقافة التي يتلقاها من والديه، فهو بطبيعة الحال كثير التساؤل ولا يقتنع بسهولة حتى يجد برهاناً على تساؤله. اختراعات أديب: لأديب مجموعة من الاختراعات، منها اختراع الدعامة المضادة للماء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بشلل الأطفال. ثانياً، اختراع روبوت المكنسة الكهربائية، وهو عبارة عن روبوت صغير الحجم صنعه من قطع فككها من عدة ألعاب لديه، يستطيع تنظيف الأماكن الصعبة والضيقة، وابتكره عندما لاحظ التعب الذي يصيب والدته في التنظيف أسفل أساس المنزل والأماكن الضيقة. واختراع الكرسي المتحرك الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة والمتصل بالشرطة والمنزل عبر الأقمار الصناعية. اختراع عصا لفاقد البصر تحمل خاصية التتبع وتتفرد بنغمات خاصة لتنبههم إلى وجود الرصيف والماء والكهرباء وما يصعب عليهم تمييزه. هيا نستعد للإجابة على الأسئلة. أولاً، ما معنى تحفيزه؟ أحسنت، بمعنى تشجيعه. ألف وصل، هيا استخرج كلمة بها ألف وصل. أين هي؟ فكر فكر. أحسنت، كلمة اختراع. شبه جملة، هيا استخرج شبه جملة. حسناً، من حرية أو من والديه. جملة فعلية، هيا استخرج جملة فعلية. هيا فكر. أحسنت، ولد أديب في بيت يحب العلم. الآن هيا استعد للإجابة على هذه الأسئلة. أولاً، ما جنسية المخترع الصغير؟ حسناً، نعم، جنسية المخترع الصغير إماراتي. السؤال التالي: وضح دور الأهل في مساعدة المخترع الصغير. حسناً،
نعم، كان للأهل دور في تنمية موهبة الاختراع لديه وتحفيزه للمضي قدما في هذا الطريق، فرعايتهم وتضحياتهم واكتشافهم لإبداعات الطفولة المبكرة لديه كانت سببا في وصوله لهذه المرحلة من التفوق والإبداع. أذكر بعض اختراعات المخترع الصغير. حسناً، اخترع الدعامة الحديدية المضادة للماء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. أيضاً اخترع روبوت المكنسة الكهربائية، واخترع الكرسي المتحرك الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً اخترع عصا لفاقدي نعمة البصر. والآن هيا استنتج بعض الأفكار التي تعلمناها من خلال درسنا اليوم. أولاً، درسنا اليوم تحدث عن دور الأهل في مساعدة المخترع الصغير. 2، ذكاء المخترع الصغير. 3، الاختراعات التي قام بها أديب البلوشي. والآن هيا فكر في السؤال التالي: دولة الإمارات من الدول التي تهتم وتشجع الاختراع. في ضوء هذه العبارة، وضح دور دولة الإمارات في تشجيع الابتكار. هيا فكر. حسناً، يوجد في الإمارات مراكز تشجع على الابتكارات والاختراعات الجديدة، وأيضاً دولة الإمارات من أهم الدول التي تقوم بمكافأة ذوي الاختراعات، وقد قام الشيخ محمد بن راشد بتكريم أديب البلوشي على اختراعه. والآن هيا قم بقراءة هذه الفقرة ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. هيا اختر الإجابة الصحيحة. ما معنى الأبرز؟ حسناً، بمعنى الأهم. هيا استخرج جملة فعلية. أين هي؟ حسناً، ولد أديب. همزة قطع. هيا استخرج كلمة بها همزة قطع. أين هي؟ حسناً، أديب. أذكر بعض اختراعات أديب البلوشي. أحسنت، اخترع الدعامة المضادة للماء لذوي الاحتياجات الخاصة، اخترع روبوت المكنسة الكهربائية، اخترع الكرسي المتحرك الذكي، اخترع عصا لفاقدي نعمة البصر. والآن حان وقت النشاط الكتابي. يمكنك الآن اختيار أحد هذه الأنشطة. النشاط الأول هو أن تقوم بقراءة هذه الفقرة ثم الإجابة عن الأسئلة التي تليها. النشاط الثاني هو أن تقوم باختيار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. النشاط الثالث هو أن تصوغ فقرة معبرة عن المخترع الصغير وأهم إنجازاته. يمكنك الإجابة عن أحد هذه الأنشطة بالدفتر ثم إرسال هذا العمل إلى معلمك أو معلمتك. يمكنك فتح هذا الرابط والإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرفقة من خلاله. بعد الانتهاء من الإجابة عن النشاط الكتابي، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة المهمة التي قام المعلم بتحديدها إليك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم على حسن استماعكم. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.